برنامج كراسي تيك 1 سين 1 روسن حلاق على كرسي الشهرة. روسن يا روسن، بتحب الشهرة؟ بخاف منها. بتخافي منها وانت مشهورة؟ كيف صارت هاي؟ يعني شوف، بداية الموضوع كانت بالنسبة لي اشي حلو، بس بعد هيك شوي حسيت بالمسؤولية، حسيت انه خصوصياتي صارت اقل، يعني هي سلاح ذو حدين. خلينا احكي لك، طب سؤال، مبسوطة بالشهرة او بيجيكي مثلا زي ما بيجيني انا بيوم مثلا هيك فترات انه يا ريت ما عمري كنت انشهرت ولا حدا عرفني؟ احيانا بتمنى هذا الشيء، بتمنى اني امشي بالشارع ما حدش يطلع علي. صح. بس هلا وين ما امشي بيطلع علي. شعور غريب مرات ترى، بيضايق هذا الشعور. صح فعلا، يعني بقول لك خصوصيه ما في، بطلت خصوصيه، حياتنا صارت لازم نشاركها بالناس، لانه احنا ما صرنا شيء لولا الناس، فبحس من حقهم. اوكي، موقف ندمك انك دخلتي عالم الشهره؟ صراحة ما في موقف صار عشان أندم، يعني ما عمروش حدا عمل لي أذية يعني. أوكي. الحمد لله يعني. لا بالعكس، أنت مهما شوفي مهما كانت الانتقادات وكذا، بس لا شك أنه أنت حدا قلبه طيب، وحدا بالعكس حدا شو دمك الوحيد أنه تحاولي ترسم الابتسامة على وجوه الناس. فإذا بده يحاول يأذيك روسن بعدين جد بعدين معه والله مشكلة. لا بعدين 100%. طيب، ما رأيك، اسمعي هذا السؤال مظبوط، ما رأيك بمشاهير الأردن في آخر فترة؟ هل يستحقون الشهرة أم هي مجرد حالة وما راح تستمر؟ يلا بدكم إشي. مشاهير الأردن صراحة أنا بنظري أنا بطلع على المحتوى، إذا ما في محتوى أنا برأيي هذا لا يستحق أن يكون مشهور أو في ناس تتابعه أو تعمل منه شأن. ولكن احنا الناس ما بنقدر نحدد اذواقهم، يعني ممكن هم الناس تحب تشجع اشي نظري او بنظرك اشي تافه مثلا او ما له محتوى. بس مع احترامي الشديد للجميع، في ناس لا يستحقوا انه يكونوا مشاهير. المشاهير والمؤثرين في الاردن حاله صايره مؤخرا موضة. صار اي واحد بصير عنده 1000 واحد بيطلع لي بشباح على الفيسبوك وبطلع لايف وبهلك سمواتنا، يعني مش فاهم انا. صحيح، أصبحت الناس يعني أي حدا ممكن يصير مشهور. ها طبعاً هاي فوائد وحسنات وسيئات السوشيال ميديا، هي فتحت منصة لكل أي حدا ممكن يصير عنده متابعين ويقدم إشي، بس النقطة بتصفي هل هذا عم بيقدم محتوى أو لا. مشكلة إنه الحكم هم الناس، فأنت ما بتقدر تتحكم بهذا الإشي 100%. السؤال القوي اللي بعديه، برأي روسن حلاق منهم الكوميديين الأبرز بالأردن؟ أسماء ست، يعني هذا هاي قوي جدا. انا ما بقي صراحة الانسان على عدد متابعينه او الى اخره. مين بتحب تتابعي انت؟ انا مين بيضحكني؟ مين بيضحكني مثلا؟ عدي حجازي، مع انه هو شخص مظلوم جدا يعني، انا بنظري مش كثير ناس بتعرفه، بس هو اكثر حدا كثير بيضحكني. شريف جوزي طبعا. مش اني بغاوز انه جوزي الكبير قوي، بس هو فعلا من الشخصيات اللي عنده محتوى، انسان مثقف جدا. صح. وعنده رساله، بس برضه بيحتاج فرصه اكبر من اللي اخذها. رجائي قواس، انسان عن جد انه مضحك، يعني في عنده إشي عن جد بيضحك. حلو 100%. تجربتك بمسلسل عصفوريه حكينا عنها اكثر. عصفوريه بالنسبه لي كان احلى إشي بحياتي صار، يعني لقيت حالي فيه. كنا كطاقم عمل كعيلة، ما كان عمره بيناتنا مشاكل، كان في متعة بالتصوير، هي شخصيتي كانت سلاف، انا كثير حبيتها. لا بقيت لك كثير. قريبه من لحظات الجنون اللي مرات ممكن تجيكي. صح؟ صحيح. ممكن تسألوا شريف عن الموضوع. 100%. طيب ايضا كمان هون، يعني برايك اهم عمل عملتيه او قدمتيه بحياتك برضو عصفوريه، ممكن يقيم انه كانت جد هي احلى تجربه بحياتك ولا في شغلات ثانيه؟ هلا يعني صراحه انا كنت ضيفه بمسلسل لاتو عجن مع نادية الزعبي، حلقتي معها صحيح كنت ضيفه، بس حلقه افتخر فيها لانها هي الوحيده بالمسلسل جابت فيوز عاليه، وانا بحسيت حالي فيها ابدعت. حلو. فبحبها كثير. طبعا مسلسل عصفوريه من الاشياء اللي الناس يمكن شافتها عاديه، بس بالنسبه لي كان دور صعب مش سهل. فكرة المسلسل كانت جميلة جدا، بالإضافة إلى دخولي عالم اليوتيوب والستاند اب كوميدي. كان احكي لنا كيف بتحكي سلاف؟
حبيبتي اختي حبيبتي اختي حبيبتي حلو. طب تقدر دور الام فجاه كانها هي ام خالد حبيبتي انا كم مره حكيت لك انت لازم تلتزمي في التعليمات. انت اسمع لما حكيت بالصيني موش مرشاي عرقاتي بوتاي ماس لما عجبوا عليك عجبوا عليك. اعمال قادمة لروس الحلاق يعني اتمنى صراحة انا هلأ في احلامي انه ان شاء الله تكون تتحقق قريبا اللي هي ارجع على اليوتيوب ان شاء الله لازم. في عبالي ان شاء الله انت من اللي انشهرتي عربيا على اليوتيوب كمان روسا بالضبط محتوى اليوتيوب للاسف اليوتيوب بالاردن شوي مظلوم كانتشار ولكن بالعالم العربي اليوتيوب اللي بيدخل على اليوتيوب وبينجم بيوتيوب بوصل للعالم العربي صحيح فدائما طموحنا احنا طبعا نرفع راسنا بالاردن وبرا الاردن ان شاء الله فيعني الطموح اني انا ارجع لليوتيوب بالاضافه يعني ندخل اعمال تمثيليه اكثر ان شاء الله. هي خلصنا كورس الشهر الشهرة وترتك شوي اوكي والله توتر نروح على الاعتراف لسه في توتر اكثر على الاعتراف خليكم معنا مشاهدينا الاعزاء راح نروح على كورس الاعتراف مع روسن حلاق نرجع لكم.